اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامجكم صدى الاقلام، نرصد فيها ابرز ما كتبت الاقلام في الصحف العراقيه والعربيه والعالميه، ولكن بعد جوله في اهم العناوين. في الهيئه نت، الهيئه تختتم مؤتمرها الثالث بنجاح، والامانه العامه تكلف الدكتور مثنى الضاري بمسؤوليه القسم السياسي. في صحيفه البصائر، نائبه تكشف عن اماكن احتجاز غير رسميه يديرها مسؤول حكومي. في المدى، كتل تضغط لتأجيل استجوابات تطال وزراءها إلى شهر أيلول. في الزمان، حكومة كردستان تؤدي اليمين خلال جلسة منح الثقة في البرلمان. في العرب الجديد، السودان إرجاء تسليم مسودة الاتفاق النهائي وسط خلافات جديدة. في اندبندنت عربية، زوارق إيرانية تفشل في محاولة لاحتجاز ناقلة نفط بريطانية في الخليج. في الشرق الأوسط، ترامب يتهم إيران بتخصيب اليورانيوم سرا ويتوعد بزيادة العقوبات قريبا. ومن زاوية العناوين إلى زاوية المقالات التي اخترناها لكم، والبداية مع هذا المقال المنشور في مجلة فورين بوليسي الأمريكية، هو تقرير للباحث ريناد منصور حول الأمر الديواني الخاص بالحشد الشعبي الذي أصدره رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، توقع فيه أن يمهد القرار لسيطرة الحشد على الدولة العراقية. ويتساءل الباحث، هل وجد عبد المهدي حلا لما اعتبر مشكلة مستحيلة؟ وهل سيتخلى قادة الفصائل عن أسمائها الفردية والانتماءات السياسية الأخرى؟ وهل سيغلقون أيضا مكاتبهم الاقتصادية ويلتزمون باتباع قيادة رئيس الوزراء كقائد عام للقوات المسلحة؟ قد يتوقع المرء انتقادات شديدة من قادة الجماعات شبه العسكرية أنفسهم بالنظر إلى أن المصالح الاقتصادية والسياسية لمجموعاتهم تبدو مهددة بشكل مباشر من قبل رئيس الوزراء، لكن يبدو أنهم يفهمون شيئاً لم يفهمه معظم المراقبين، على الرغم من أن السياسة الجديدة تنص على أن قوات الحشد تدمج مع الدولة العراقية، لكن الخطر قد يكون هو أن الدولة تخضع نفسها لجماعات شبه العسكرية وليس العكس. إن هذا المرسوم يقدم فرصة لتعزيز سلطة الحشد من داخل الدولة، ومن ناحية أخرى كانت هناك حوافز مالية مرتبطة باكتساب السيطرة الرسمية على الوزارات والهيئات الحكومية. من هنا رأت هذه الجماعات أن الانضمام إلى الدولة هو السبيل الواعد نحو كسب الشرعية العامة، فمن خلال السيطرة على موارد الدولة أصبح لدى قادة الحشد الآن نفوذاً لإنشاء سيطرة أكبر على الدولة. ومنذ اختيار عبد المهدي لرئاسة الحكومة سعت القيادة السياسية للحشد إلى كسب النفوذ داخل مكتبه، وأعطى تعيين أبو جهاد الهاشمي مديراً لمكتب عبد المهدي أعطى الحشد حليفاً قوياً في مكتب رئيس الوزراء. ويقول محللون أمنيون إن أبو جهاد هو الذي كان وراء قرار الدمج. يختم ريناد منصور في فورين بوليسي الأمريكية قائلاً إن الهدف الرئيس بالنسبة لقيادة الحشد هو أن تصبح الميليشيات جزءاً من الدولة كخطوة لتعزيز السلطة والسيطرة عليها، فسيتم دمجهم بشروطهم الخاصة حتى لا يفقدوا الحكم الذاتي، وهكذا بدلاً من كبح جماح الجماعات شبه العسكرية يمكن أن يكون قرار عبد المهدي خطوة أخرى في عملية تمكينهم. الآن إلى مقال آخر، وفي مستهله كتب كاتبه: لن يستطيع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إقناع أحد بأن قراراته الأخيرة بشأن دمج الحشد الشعبي والتي بدت خروجا عن النص فاجأت النظام الإيراني وفيلق قاسم سليماني وقادة الحشد الشعبي الموالين لطهران، فالحشد صنع في إيران تحت فتوى المرجعية في النجف، ومعظم قادته الحاليين يحملون الجنسية الإيرانية. داود الفرحان يرى في صحيفة الشرق الأوسط أن قرارات عبد المهدي الأخيرة طبخت على نار إيرانية هادئة.
في بداية الحرب العراقية الإيرانية عام 1980 تم تشكيل الجيش الشعبي لإسناد ظهر الجيش النظامي ومعظم أفراده وقياداته من الكادر البعثي بمختلف المراتب الحزبية. ولم نسمع في يوم من الأيام أن أحداً من كبار أو صغار منتسبي ذلك الجيش الشعبي استغل بدلته العسكرية الخالية من أي رتب واعتدى على المواطنين أو أحرق مزارع الفلاحين أو استولى على منازل المهجرين العراقيين أو نهب محتوياتها كما فعل منتسبو الحشد. وحين انتهت تلك الحرب التي استمرت 8 سنوات بعد أن تجرع الخميني كأس السم وهو يوافق على وقف إطلاق النار، أصدر الرئيس العراقي قراراً فورياً بإلغاء الجيش الشعبي وحل تشكيلاته وتسليم أسلحته للجيش العراقي. ولم نسمع عن دمجه مع الجيش النظامي ومنح قادته رتباً عسكرية وامتيازات أو قطع أراضي سكنية كما هو الحال مع الحشد الشعبي. أما حكاية إعادة هيكلة الحشد الشعبي فليست إلا طريقاً خلفياً للالتفاف على الطلبات الأمريكية لحل هذا التشكيل المنفلت الذي تصفه الولايات المتحدة بالإرهابي. والهيكلة هنا تعني تحويله إلى فرق وألوية وأفواج وسرايا ومناصب عسكرية عليا وامتيازات لا تقل عما هو حاصل في فيلق قاسم سليماني. الكاتب يرى أن العراق الآن بهذا القرار الذي تسرع البعض ووصفه بشجاع على شفا تحويل الجيش الحالي إلى حرس ثوري عراقي مرادف للحرس الثوري الإيراني، إنها لعبة الأواني المستطرقة تمتد إلى حزب الله اللبناني والحوثيين والميليشيات المستنفرة في سوريا بحسب الكاتب. الآن إلى مقال آخر وفي مستهله جاء: الأخبار الصادمة التي تخص فضائح الطبقة السياسية الحاكمة تتطاير في سماء العراق. عبد اللطيف السعدون يقول في صحيفة العربي الجديد إن هناك قبضة وقائع عراقية طازجة عن عراقيين وعراقيات يتعرضون ويتعرضن للامتهان والذل على أيدي قوى مافيوية شريرة أباحت لنفسها كل شيء دون وازع من ضمير. وهذه الوقائع التي سيشار إلى بعضها مستلة من تقارير جهات موضع ثقة وذات اعتبار. ثمة واقعة سجلتها منظمة هيومان رايتس ووتش عن وجود مراكز اعتقال في محافظة نينوى مكتظة للغاية تضم آلاف المعتقلين بينهم نساء وأطفال وشيوخ وفي ظروف مهينة تتسم بسوء المعاملة. 3 منها لا تزيد طاقتها الاستيعابية عن أكثر من 2500 شخص حشر فيها نحو ضعف هذا العدد. وواقعة أخرى نقلتها محطة CNN عن مسؤول الاتجار بالبشر في مفوضية حقوق الإنسان الذي كشف أن مسؤولين رسميين متورطون في عمليات الاتجار الجنسي بالفتيات وأن تسمية هؤلاء المسؤولين قد تشكل تهديداً له لأنهم ذو سلطة وقوة وأنه اطلع شخصياً على نحو 150 حالة اتجار جنسي. وواقعة ثالثة ثبتتها وزارة الخارجية الأمريكية في أحد تقاريرها أخيراً عن لاجئات يوضعن في بيوت للدعارة بدلاً من أن ينقلن إلى مخيمات وأن مسؤولين في أجهزة أمنية يحمون القائمين بمثل تلك الأعمال. وثمة وقائع صادمة أخرى كثيرة تزخر بها مواقع التواصل ويتداولها العراقيون في مجالسهم، لكن ما هو مثير أن يتجاهل صحفيون وكتاب وقائع صارخة كهذه ويتجنبوا الإشارة إليها خوفا من أن ينالهم غضب من هو ضالع في تلك الوقائع وهو صاحب سلطة وقوة. ويضيف عبد اللطيف السعدون أنه قد يقال أن مسؤولي السلطة الكبار لا يلتفتون إلى مثل هذه القضايا لأنهم مشغولون بقضايا أكبر. وقد يقال أيضاً إن لجاناً شكلت والتحقيقات جارية بخصوص الوقائع المتداولة، لكن الكل يعرف أن مئات اللجان شكلت طوال الأعوام 16 العجاف الماضية في قضايا مماثلة وتحقيقات أجريت على مدى 1000 نهار ونهار، ولكن ما هي النتائج؟
نذهب وإياكم الآن مشاهدينا إلى مقال آخر وفي مطلعه: قبل عامين أثيرت زوبعة إدراج أهوار العراق في قائمة التراث العالمي، حيث صور الأمر بأنه إنجاز تاريخي للحكومة، لكن على الأرض لم تقم الجهات المسؤولة بأي إجراءات للاهتمام بهذه الأهوار. هاشم حسن يقول في صحيفة الزمان إن هناك جهات تحاول تحسين صورة نظام الحكم في العراق المبني على المحاصصة وهيمنة الأحزاب على مصير البلاد التي أصبحت مضرباً للأمثال في الفساد وكوميديا تعيينات الوزراء والسفراء والدرجات الخاصة. منذ تلك اللحظات حتى الآن لم تشهد الأهوار لمسة أو خطوة متواضعة لإعادة الحياة إليها بعد أن هجرتها الطيور والأسماك وارتفعت درجة الملوحة واختطف أصحاب الحواسم أجزاء من المسطحات لبناء مساكن حديثة وأخرى من الصفيح والأنقاض، وما زالت الطرق المؤدية للأهوار غير معبدة بصورة صحيحة، تحيطها النفايات وغابت عنها النظافة وحركت السياحة وتبخرت اللجان عن المشهد واكتفت بالتكريمات وكتب الشكر والتصريحات. وتكرر المشهد مع آثار بابل، فكل بلدان العالم أرسلت بضعة أشخاص من أصحاب العلاقة إلى باكو لحضور التصويت، لكن الوفد العراقي كان الأضخم وبإفاد كامل الامتيازات لأكثر من 50 شخصاً وبينهم نواب ودرجات خاصة وحاشيتهم. وبالتأكيد أن مبلغ الإفاد كبير وهو هدر لأموال الشعب المثقل بالديون الدولية المخيفة، ولم تكن هنالك ضرورة لكل هذه الضجة. فبابل آثار عالمية لا شك في أصالتها، والتصويت مضمون ومشروط بإعادة صيانة المدينة بطرق علمية حديثة. المهم، ما استراتيجية صيانة وحماية وتنشيط السياحة لهذا الأثر العالمي الشهير الذي تحول مرتعاً لإقامة الولائم لكبار المسؤولين ومعسكراً لآليات واجتماعات القوات الأمنية، استكمالاً لما خربته القوات الأجنبية التي رابطت في المدينة وخربتها ونهبت ما تشتهي من آثارها. في صحيفة الزمان يتابع هاشم حسن أن المتبقي من آثار بابل مهدد بالزوال بسبب الإهمال وجهل الجهات المتنفذة لقيمة هذا المكان. يقول أيضاً: سننتظر ماذا سيفعلون وأين ستذهب المبالغ التي ستخصصها اليونسكو للصيانة، وحينها سيكون لنا كلام آخر إن نفع الكلام مع قادة هذا الزمان. إلى مقالنا الخامس الآن، وفي مستهله: ما وقع في السودان يوم السبت الماضي من اتفاق بين قوى الحرية والتغيير من جهة والمجلس العسكري الانتقالي من جهة أخرى، وبداية لنقلة نوعية على طريق التحول الديمقراطي في السودان. شفيق ناظم الغبرة يرى في صحيفة القدس العربي أن الاتفاق على مجلس مشترك يتشكل من قادة الجيش وقوى الحرية والتغيير يمثل حالة أكثر تقدماً للتعامل مع قضايا الانتقال لصالح المشاركة الشعبية والحكم الديمقراطي. ما ميز السودان في حراكه الثوري الذي بدأ في ديسمبر كانون الأول 2018 أن قطاعاً كبيراً من الشعب، خصوصاً الأغلبية الشابة بالإضافة إلى المؤسسات المهنية والسياسية، أجمعت على عدم الخضوع ثانية لنظام عسكري غير ديمقراطي. الانتقال الديمقراطي كما تؤكد الدراسات يتطلب أساساً قناعة واضحة لدى النخب الفاعلة ولدى قطاع كبير من المجتمع والدولة بأن مرحلة جديدة قد بدأت، وأن البلاد لن تتحمل نظاماً تسلطياً أو عسكرياً يقوم من جانبه بفتح مزيد من السجون ونهب مزيد من الاقتصاد وتوريط البلاد بمزيد من المغامرات الاقتصادية والعسكرية. إن وصول معظم المجتمع لهذه القناعة يضمن أن لا يتحرك الجيش أو الأمن أو الطبقة القوية للوقوف ضد التحول الديمقراطي. هذا النوع من الوعي ما كان يمكن أن يقع بشكله الراهن والأولي في السودان لولا مرور السودانيين بمرحلة طويلة وقاسية مع نظام ديكتاتوري غير مساءل، كان جل تركيزه على صراع السلطة والمصالح الضيقة.
إن عملية التحول الديمقراطي لا يمكن أن تقع بين يوم وليلة، بل يجب أن يكون هناك مرحلة وسيطة بموجبها يأخذ الجيش بعض الخطوات إلى الخلف مقابل مشاركة الأحزاب والقوى الثورية الجديدة في العملية السياسية. وبحسب الكاتب أيضاً، فإن التوازن في الفترة الأولى هدفه بناء الثقة بين كل القوى، وهذا ما يبدو أنه يقع الآن في السودان في ظل الاتفاق الجديد بين الجيش وقوى الحرية، وهذا الوضع قد يقع قريباً في الجزائر التي تواجه ظروفاً مشابهة لتلك القائمة في السودان، ومع ذلك لا يوجد شيء مضمون في أفق النجاح، فالحراك مستمر بينما توجد قوى في الجيش لا تزال تطمح إلى بناء نظام تسلطي جديد. وصلنا الآن إلى مقالنا الأخير أعزائنا المشاهدين، وفي مستهله نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريراً عن الصواريخ المضادة للدبابات الأمريكية الصنعة التي عثر عليها مع قوات الجنرال خليفة حفتر. وتقول الصحيفة إن صناديق السلاح التي عثرت عليها قوات الحكومة في مدينة غريان الشهر الماضي بعتها الولايات المتحدة أولاً إلى فرنسا قبل أن تصل إلى قوات حفتر التي تشن حملة عسكرية على العاصمة الليبية طرابلس. الصحيفة قالت إن صواريخ جافلين وكلفة الواحدة منها تبلغ 170 ألف دولار وتباع عادة لحلفاء الولايات المتحدة عثر عليها في مدينة غريان التي انسحبت منها قوات حفتر بعد هجوم القوات الموالية لحكومة الوفاق. ونفى مستشار عسكري فرنسي أن تكون الأسلحة قد نقلت إلى حفتر، والذي سيكون بمثابة خرق لصفقة بيع الأسلحة. وكذا الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على تصدير السلاح في ليبيا. ولو كانت التقارير صحيحة فستضع الولايات المتحدة وفرنسا على طرفي النقيض في السياسة المتعلقة بليبيا. وقال مستشار لوزارة الدفاع الفرنسية إن الصواريخ هي جزء من صفقة اشترتها فرنسا عام 2010 من الولايات المتحدة، وكان يقصد منها حماية القوات الفرنسية التي تم نشرها في ليبيا. وقال إن وجودها في ليبيا لا يخرق قرار حظر تصدير السلاح، ونفى أن تكون الأسلحة قد بيعت لطرف آخر في ليبيا. ولكن رواية المسؤول الفرنسي تركت العديد من الأسئلة بدون جواب، خاصة الطريقة التي وصلت فيها إلى مخازن تابعة إلى قوات حفتر، كما أن القوات الفرنسية التي نشرت في ليبيا موجودة على ما يفترض في شرق ليبيا بعيداً عن العاصمة طرابلس التي يتركز حولها القتال. وتختتم الصحيفة بالقول إن اكتشاف الصواريخ يؤكد المخاوف من الدول الأجنبية في ليبيا ودورها في إشعال النزاع، ولكن المراقبين يقولون إن وصول السلاح إلى قوات حفتر هو مثال عن الطريقة التي تقوم فيها دول شرق أوسطية وأوروبية بالاستهانة من قرار حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا المفروض عام 2011. في الأخبار المنوعة اخترنا لكم هذا الخبر، وفيه طور باحثان من جامعة كوينز الكندية طورا جهازا ذكيا يشبه حقيبة الظهر، يمكنه تخزين الطاقة من الحركة أثناء المشي ليستخدمها الشخص في شحن أجهزته الكهربائية عند الحاجة في المناطق النائية. وقالت صحيفة الخليج الإماراتية إن الباحثين صمما الحقيبة للأشخاص الذين لا يمكنهم الوصول إلى الشبكة الكهربائية ويحملون حقائب الظهر الثقيلة بشكل يومي مثل الجنود والمتسلقين وعمال الإغاثة. ويمكن لحقيبة الظهر التي يبلغ وزنها 9 كيلوغرامات يمكنها توليد طاقة كافية لتشغيل جهاز إلكتروني صغير مثل جهاز تحديد المواقع أو منارة الطوارئ. وبحسب الباحثين فإنه من أجل إنتاج طاقة كافية لشحن هاتف ذكي على الشخص حمل حقيبة من هذا النوع بوزن يصل إلى 25 كيلوغراما. الآن إلى زاوية الكاريكاتير.
نهاية صدى الأقلام لهذا اليوم، دمتم وإلى اللقاء.